السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شو طيبين؟ مقطع جميل من لعبة ثرون فول بداية، اللهم صل على محمد. طبعا يا شباب الحمد لله اللعبة عجبتكم، وبرضه يا شباب أنا مستمتع جدا فيها، فخلونا بالله نكمل. الحلقة الماضية لعبنا المرحلة الأولى، المرحلة الأولى كانت سهلة، ولعبنا المرحلة الثانية كانت شوية فيها صعوبة، واليوم رايحين ندخل في المرحلة الثالثة. مثل ما تشوفون مكتوب 2 من 6، ففي عندنا 6 مراحل، فخلونا نبدأ بالله بالمرحلة رقم 3 بماب الصحراء هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالمرحلة الثالثة، وكالعادة نختار الأشياء هذه. طبعا بعضكم قال لي لا تختار هذا رمح، كنت أقول له سهم، الأسهم البو يعني أفضل شيء. برضو هذه يمديني أختار شغلتين، حلو، يمديني أختار وات، هذه البيركات يمديني أختار بيرك واحد ولا اثنين، غريب مكتوب هنا في 2 من 2، ما أدري أختار واحدة ولا ثنتين. الظاهر إني اخترت ثنتين، شوفوا كيف، هذه وهذه اخترت. طيب يلا خلينا بالله نشوف هذه. بكل أمانة صراحة التطوير هذه نفس اللي أخذناه بالحلقة الماضية، اللي هي كل يوم يجيني من 1 إلى 3 عملات بشكل عشوائي. برضو فيه أتوقع هذه تزيد هيلثي أنا، بس هيلث ما له داعي لأني أنا معاي بو، فما راح متلاحم مع الأعداء. فنختار هذه اللي هي تزيد الرينج وتزيد الدامج 33%. هذه الأشياء صراحة في ناس قال لي لا تلعب فيها، فخلونا بالله نبدأ في المرحلة رقم 3 في ماب الصحراء. طبعا يا شباب اذكركم اذا مو مشتركين في القناه اشتركوا في القناه واعطونا لايك. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا 16. اوه شكله اوكي، مرحله الصحراء شكلها صعبه. في البدايه خلينا نبني المبنى الرئيسي. راح يجيني 16 واحد معه خيل، راكب خيل، يا ساتر. دقيقه، من وين يجوني؟ من هنا اتوقع، من هنا راح يجون. فهل في ابراج هان يا شباب؟ هذا ايش هذا؟ هذا اتوقع انه برج، ايوه برج. مو هذا ايش؟ هذا يقول لك بيلد جولد ماينر، يعطيني 6 يوميا، والله هذه حلوه، خلينا نبنيها يا شباب. 6 جولد، وبرضو نبني معانا 5 باقي. ودي ابني صراحه برج ولا ما يحتاج؟ ودي ابني بيوت عشان نأمن موضوع الجولد. اوكي اتوقع اني جاهز، خلينا بالله نبدا اليوم الاول، خلينا نشوف بالله كم هجمه؟ 12 هجمه. خلينا بالله ننزل تحت عشان نستقبل الشباب، اهلا وسهلا. اوه والله الظاهر انهم قويين، الظاهر انهم قويين. المرحلة الأولى هذه راح فيها الماينر، والله رحنا فيها احنا بعد، الظاهر ان رحنا فيها بعد، يا ساتر. البرج 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 راح. اوكي لا الحمد لله شباب، ابشركم امورنا طيبة، بس اتوقع اني غلطان 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 باني بنيت بيوت. اوكي اليوم الأول عدى على خير. ما اعطاني هذا ليه؟ الظاهر انه هذا لازم يكون مبني، ما لازم يكون متكسر. الهجمة الثانية راح تجيني من تحت. سهلة. الهجمة هذه سهلة. طيب بسيطة. خلينا بالله نحط هذه 4 ولا نختار بيوت؟ ولا تدرون خلينا نطور هذا. والله انا اقول ابني لي برج دفاعي احسن. انا اقول يا شباب خلينا نبني الثكنة، نضمن اننا ما نخسر من بدايتها. نجيب شباب معاهم بو. باقي معي 3، خلينا بالله نبني في هان برج. يمدينا نبني هان برج، ايوه. اوكي نبدا مرحلتنا الثانية. ان شاء الله بس ما نخطي. لا 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 ايزي ايزي، ومثل ما تشوفون يلا بس توكل. بطيئين الشباب، وفيها النمل، النمل هو المشكلة. النمل انه يستهدف الابراج. يا ولد وين رايح هذا؟ اوه يستهدف البرج الرئيسي. دقيقة دقيقة. لا 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 لا. شباب. رحنا فيها. اوكي خسرنا من ثاني يوم، ولكن يلا مو مشكله، خلينا نبدا بالله مره ثانيه. اوكي يا شباب بديت المرحله مره ثانيه. طبعا بنيت ماينر بالمنطقه هذه عشان ما يتكسر، وبنيت البرج نفسه، وبنيت الشباب الثكنه فيها ناس معاهم قنابل اتوقع 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 لا لا مو قنابل، معاهم العجرات هذه عرفتوها. فمثل ما تشوفون قويين والله، والله انهم قويين رهيبين يا شباب. حلو اوكي امورنا طيبه، امورنا طيبه يا شباب الحمد لله. ايوه الآن راح تجيني 6 من هذه أتوقع، صح؟ ممتاز. طيب راح تجيني الآن هجمة من تحت. الهجمة اللي من تحت أول شيء راح أجيب جنودي هذول. يا شباب لو سمحتم خلينا نركزهم في المنطقة هذه. ليش المنطقة هذه؟ لأني راح أبني هان برجين، مو برج واحد، راح أبني برجين اثنين. هذا الأول وهذا الثاني. باقي معي 5، هل يمديني أبني هذه 3؟ والله ليش لا؟ أبني أبوها يا حبيبي. خلينا من البداية نكون مأمنين موضوع الدفاعات، وهذول الشباب نطلعهم برا. ايوه ونبدا اليوم التالي. شباب شباب تعالوا تعالوا، في هالنمل لو سمحتم.
فيها النمل انا احتاج اني ادعسه. طبعا في واحد هناك اتوقع راح يتكفل بالموضوع. يا شباب يا شباب تعالوا والله ياخذكم الله ياخذكم. والله ما شاء الله هذاك لا اوه ذبحوني انا ما ادري اني اموت. اوكي بدينا يوم جديد. كم عندنا فلوس؟ عندنا 11. راح يجيني من تحت 8 ومن فوق 14 سهم واثنين. والله يا اخي فلوس ما عندنا بكل امانه فلوس ما في. هل ابني بيوت ولا ابني مناجم؟ المشكله اذا بنيت منجم تحت هام راح يتكسر من الشباب راح يجون من تحت. بس تدرون خلنا ابني. عندي فكره عندي فكره يا شباب. اوكي راح يجيني من فوق. اوه والله يا ولد المساحه واسعه. خلنا نبني هذه بالله. خلاص معانا جولد واحد. طيب الفكره هي اني اخذ هذول الشباب ومركزهم عند المنجم عشان يلتحمون مع السيافين راح يجون. ونبدا باليوم الثالث ان شاء الله بس ما نجيب العيد. من فوق صراحه اتوقع اني ما راح اروح. ايوه حلو حلو حلو. لا الامور طيبه الامور طيبه لحد الان الامور طيبه. الامور تحت السيطره. البيت الرئيسي قاعد يطلق والابراج قاعد تطلق. خلصنا من هان خلصنا خلاص باقي واحد انتم تفهموا. خلينا نطلع بالله فوق نشوف. اوه يا ساتر يا ساتر لا يذبحوني لا تذبحوني يا شباب. اوكي اوكي الامور تحت السيطره. هاي المرحله الثالثه. انا لازم اطور البيت الرئيسي. طبعا من الايجابيات تطوير البيت الرئيسي انه يطور لي بيوت لحاله. حلو هذه رهيبه هذه اللي تطور لي البيت بشكل عشوائي. فخلينا بالله نبني ونبني بيوت قد ما نقدر. الهجمه دي خلينا نشوف الهجمه من وين تجي. من فوق بس من فوق. لا والله من فوق ومن يسار. مو يسار يا حبيبي دقيقه من هان يجون. يا اخي المرحله هذه صعبه والله المرحله هذه صعبه. طب بالله خلينا نبني بالله ابراج. في هان ابراج يمدينا نبني ابراج. في هان برج وهذا بيت هذا ماينر. يلا ابني بيت. من فوق راح يجيني. والله من فوق صعبه. من فوق لازم اوزع الجنود صراحه. فخلينا بالله ناخذ اثنين منهم. تعالوا ودي اخذ برضو هذول الاثنين معاي. طيب الجنود هذول راح احطهم بالمنطقه هذه. اوكي بسم الله نبدا باليوم الرابع. طبعا تطور البيت مثل ما تشوفون. امورنا هنا سهله اتوقع فما راح يعني اشيل هم. فنطلع بالله فوق. اتوقع فوق هي الهجمه اللي راح تكون اقوى من الهجمه اللي تحت مثل ما تشوفون. اوه ماتوا ماتوا الشباب. هل اذا عاشوا يرجعون فوق؟ قاعد ياخذ وقت عشان يطلعهم. تعالوا فوق فوق. اوكي لا الامور طيبه فوق الامور طيبه فوق. والله يا حبيبي تحت الوضع سيء. القوات تحت تحتاج الى الدعم. والله الوضع سيء تحت. اوكي امورنا سيئه. هذول ما ادري ايش وضعهم يا شباب. ايش ايش تعالوا تعال انت يا حبيب. اي تعالوا تعالوا الحقوني الحقوني. اوكي اتوقع انه لا امورنا طيبه لحد الان يعني طيبه نوعا ما مو كثير. معانا 17 18 جولد. والله نحتاج فلوس. نشوف الهجمه من وين جايه. من تحت بس من تحت جايه. ايش هذا؟ خمسه ايش هذا؟ ما ادري ايش هذول صراحه الاشياء الكره هذه. 20 مدافع وخمسه ما ادري من ايش هذول. لازمنا بو لازمنا شباب معاهم بو. هذا ايش؟ برج هذا ولا اوه برج. جيب البرج. هذا بيت. قد ما اقدر ابني بيوت علشان موضوع ال وهذا برج بعد. يلا يا حبيبي. اوكي بنيت ثلاث ابراج وان شاء الله يا رب تكون الابراج هذه كويسه تكفي. ايوه طور البيت هذا. حلو الهجمه من تحت راح تجي. تعالوا يا شباب شباب. الظاهر ان الكرات هذه تتفجر. الله يستر منها. والله تخوف هذه. والله هذه خطيره هذه خطيره يا شباب. يا حبيبي فجرت المنجم. يموتون الشباب. والله ذبحتهم. والله هذه كرات خطيره اذا ماتت تذبح اللي حولها. اوكي معانا 19 راح يجينا من فوق. اوكي الهجمه هذه الجايه بتكون من فوق. فا والله ودي صراحة اطور الفلوس. نحتاج فلوس فلوس قد ما نقدر نجيب فلوس تكون الامور احسن. تك انا ما نحتاجها. هذا ايش برج؟ والله اتوقع انه فوق فوق. انا مركز على المنطقة اللي تحت بس لازم اركز برضه فوق. ابراج هذه ابراج. هذه الطاحونة طاحونة هذه صح؟ تصدقوني اني ما بنيت هذه اللي تجيب لي فلوس؟ لازم ابنيها ضروري عشان الفلوس تزيد عندنا. هل يمديني اطورها؟ اربعة ما يمديني. لا في مجال ابني حوش يا شباب. ايوه اوكي باقي معايا عملتين ثنتين. ودي صراحه ابني بيت بس خلينا نشوف بالله وين في بيوت يمدينا ابنيها. هذا يمدينا ابني بيت هان. لا
هذا بيت. ايوه حلو، اوكي حلوين حلوين. ناخذ الشباب البو، ناخذهم ونخليهم يتمركزون حلوين، وناخذ برضو الشباب هذول. اي اخذت البو بالغلط، يلا مو مشكله. ونبدا اليوم الخامس اتوقع. يا هلا يا مرحبا، حيا الله بالشباب. والله يا انه البو كثيرين، والله والله يا انه البو كثيرين. شوفوا شوفوا كميه البو، بس الحوش هذا ممتاز يعني قدر يحميني. يوه والله قويين. ايش من وين هذه الهجمه جايه؟ من وين جت هجمه من تحت؟ والله ما شفتها. شباب الامور الظاهر انها راح تكون سيئه، راح تجيني هجمات مو طبيعيه بالمرحله هذه. والله صعب اللعبه، كل ما تتقدم باللعبه راح تصير اصعب. اوكي اوكي شباب نذبحهم، لازم اغير سلاحي، انا دائما العب بالبو. خلينا نلعب المرحله الجايه، نلعب بالرمح، نشوف عاد الرمح اذا كان كويس ولا لا. طيب معانا 2 جولد، خلينا نشوف الى كم راح يجيني. هل راح يجيني كمية محترمة من ال اوه 37 30؟ طب دقيقة خلينا نركز بالله. تحت ما راح اشيل هم من تحت، لانه عندنا شوفوا كيف 1 2 3 ابراج تحت، بس من يسار راح يجيني. شوفوا راح يجيني هذا المروح، هذا الخمسة منهم خطيرين، وراح يجيني 5 من المدرعين اللي شفناهم بالحلقة الماضية برضو. فودي اطور صراحة، او خلينا نشوف ثكنات هذه صح؟ هذا ايش؟ برج. طيب هذا برج برضه، هنبني بلا الثكنه هذه. نحط مدافعين ولا رماح؟ نحط رماح، ونحط هنا برضه مدافعين. والاسهم، اسهم ولا كروسبو؟ كروسبو. يلا نغير نغير شوي. طيب هل ودنا نطور 22؟ والله عندنا فلوس كثيره. يا ولد طور 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 البرج هذا 5، وطور البرج هذا، وابني برج برضه. وموضوع الفلوس ضروري اركز عليه. ثواني الآن ايش؟ حوش؟ لا. دائما فوق ما في هجمة، رايحين نختار المنطقة هذه نبني فيها حقول، نختار هذه ونبني هذه، ونبدأ بالمرحلة رقم 5 أتوقع أو 6. دقيقة دقيقة خلينا ناخذ هذول بالله. تعالوا. شوفوا المرحلة الجاية أو الأبجريد الجاي لازم نطور البيت ضروري. أوكي بسم الله، المرحلة رقم 7 من تحت ما راح أشيل همهم، لأنه من تحت ما راح يوصلون أصلاً. بس المشكلة الهانة، المشكلة من هان هذول، هذول الدببة. اوه شباب شباب هذا 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 خطير، هذا هذا خطير والله خطير. هذا شوف راح يموتون كلهم صح؟ راح يموتون كلهم. والله ماتوا كلهم فعليا، ماتوا كلهم. اوكي البرج تكسر، الحوش بس امونه طيبه تحت، امونه طيبه. ها كسروا البرج، مو مشكله مو مشكله عادي عادي. اوكي مثل ما قلت لكم المرحله هذه 24 جولد. ليه؟ الماينر تكسر، الماينر هذا تكسر، مشكلة والله مشكلة. شوفوا كم راح يجيني، راح يجيني من فوق ومن يسار ومن تحت، هجمة قوية هذه راح. بس هانا ما راح اشيل هم، المنطقة هذه برضو ما راح اشيل هم، المنطقة اللي اضعف شيء عندي فوق، هذه المنطقة اضعف شيء، انه حتى الابراج عندي هانا ما في. هنبني برج، ونبني هذا البرج برضو، ونبني حقل. هذه تطورت لحالها، هنطور هذه بالله. احتاج جولد، المرحلة الجاية لازم يكون معي اقل شيء 50 جولد، فودي اركز على التطوير. والله ما خليت شيء ما بنيته يا شباب، حرفيا ما خليت شيء ما بنيته. هل في فوق اشياء ما بنيتها؟ معي 9، اتوقع في ماينر فوق ما بنيته. والله انا غلطان، الماينر الظاهر انه كل ما تمشي المراحل، ايوه كل ما تمشي المراحل ينقص وحده، يعني اول مره راح يعطيني 6، المره الثانيه يعطيني 5 لما ينتهي، يعني لما يتكسر. فمعانا 4، هل يمديني ابني حوش ابني شيء؟ لا ودنا فلوس، الفلوس هي اهم شيء. خلينا نبني هذه بلكي انها تعيش بلكي. يلا هذه سويت لها ابجريد اللي لما تتكسر تصير زي القنبله يعني. فنبدا باليوم، راح اكون انا فوق فوق، نعم فوق، ما في ولا جنود، راح اكون انا شخصيه موجود هناك. فشباب خلينا نحاول نسحب فيهم شوي. والله الله 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 قوي قوي قوي، والله قوي هذا الدب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، هذا مو طبيعي، هذا الدب هذا مو طبيعي. شوف 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 ضربة واحدة يكسر كل شيء يا ابني. اي ايوه ضربني انا ضربني انا، والله رحنا وطي. خلاص في واحد باقي يدبر حاله. شباب فوق فوق فوق، الوضع سيء. الله 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 الله، اوكي خلصنا معقول؟ لا والله ما خلصنا، قاعدين يكسرون من فوق. انا ما ادري انه الهجمة من فوق تجي. اوكي الماينر هذا ما استفدنا منه، ابشركم الماينر الجديد، ابشركم الماينر الجديد ما استفدنا منه نهائيا. كم راح يجيني جولد؟ 37 55 35
35 من تحت و35 من تحت. اوكي مو مشكلة، بس خلينا بالله نتأكد هل راح تيجي من تحت ولا من فوق. طيب نبني هذه ونطور هذه. والله لازمني جولد، والله حرفيا لازمني جولد بشكل مو طبيعي. لذلك بدي اركز على موضوع الجولد، راح ابني برج هان، برج هان، وبرضه برج هانا. يلا خلاص المنطقة اللي تحت اتوقع انها فل دفاعات. الان فوق، فوق مثل ما تشوفون هذه لازم اطورها عشان ابني حقول. هذا حقل برضه، هل يمدينا اطور هذه بعد؟ ما يمدينا اطور هذه، لا ما يمدي، لا 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 وين هذه، لا ما يحتاج. معي 14، احتاج اطور البرج هذا 5، واحد بس يبقى 9 معي. نحتاج فلوس نبني الحوش هذا عشان الماينر هذا نستفيد منه ولو مرة بس. معانا 6، يمديني اطور هذا، اطور هذا حلو. باقي معانا حبة واحدة، خلاص بسم الله. انا ودي اركز فوق لانه فوق اضعف منطقة صراحة. اوكي امونة طيبة، ما يصلون صح؟ خلاص هننزل تحت بالله نلقي نظرة على السريع. اوكي امونة طيبة تحت، ممتاز. طيب المنطقة هذه اللي تحت برضو، يا سلام. ايه يا حبيبي تكتيك، هانا في تكتيك، أنا في تكتيك. خلينا نركز بالله. المنطقة هذه وهذه. أوكي أمورنا طيبة، أمورنا طيبة، أبشركم. الأمور تحت السيطرة. الأمور تحت السيطرة. ممتاز. فوق، خلينا نشوف بالله فوق. أنا أمور طيبة. تعالوا أنتم، أنتم والله ما منكم فايدة، تعالوا. الله 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 الله. الأمور أبداً ما هي تحت السيطرة. شباب، شباب. يا ليل، البرج هذا والله ما شاء الله قاوم. لأني طورته صدقون. شوف شوف شوف. شوف 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 شوف. ايوه جو الشباب، ايوه اعطيه لفه. هل هذا راح يعطيني جولد؟ ما راح يعطيني جولد للاسف. انا 57، ما استفدنا من هذه نهائيا. يا ساتر يا الهجمه اللي راح تجيني. شوف شوف شوف، تعال تعال من فوق راح يجيني 25 من الذبان. الذبان بسيطين، حط لهم الشباب هان ونبني هذه عشان اول ما تتكسر فورا رايح يتفاهم معاهم الشباب. ثاني شيء راح اطور البيت، لازم اطور البيت، احتاج اسوي ابجريد 20. هات مو غلط. طيب هذه اتوقع انها كويسه، هذه لي انا، هذه للوحدات، نطور هذه. طيب هل يمديني اسوي ابجريد تحت؟ الوضع تحت جدا خطير. شوفوا من الجهه اليسار راح يجيني 2 منجنيق واثنين عمالقه و15 سيافين و15 من شو اسمهم هذول المدافعين. حط هذا، والله لازم اطور كل شيء حرفيا، لازم اطور. طور هذا بعد، طور يا حبيبي ليش لا؟ اتوقع انه امورنا جاهزه. يلا بسم الله، بس خلينا ناخذ الجنود هذول برا. تعالوا تعالوا هان، تفاهموا لي مع هذا الحيوان اللي تفجر. وبرضه ودي اشوف دقيقه من فوق، والله من فوق الوضع خطير. خلينا نركز على تحت، ان شاء الله ان الفوق يكون قدها. بسم الله، انا ودي اركز على المنجنيق. المنجنيق يا شباب، المنجنيق المنجنيق. ايوه الله 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 يا حبيبي، شوف المنجنيق كم قوته. المنجنيق يا شباب، ايوه المنجنيق الاول راح، البرج راح بعد. يا اخي كسر ام المنجنيق. ايوه يو فوق فوق فوق، الامور فوق صعبه، الامور فوق صعبه جدا. صعبه ولا مو صعبه؟ والله ما ادري. هاي يا شباب كيف الوضع؟ لا لا امور طيبه، امور طيبه ابشركم، امور طيبه تحت السيطره. هل امورنا تحت كويسه؟ والله امورنا زينه. ايه والله يا شباب امورنا زينه. صراحه ما توقعت اني راح اعدي المرحله هذه بدون خسائر. كم راح يجيني جولد؟ ها الله 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 61. هنشوف بالله الحين اي مرحله، باقي مرحلتين. راح يجيني من تحت 33 ذبان ومن فوق 14 من الشباب الدببه. نطور هذا، اختار هذه، طبعا اخترت تطويره، هذا ما تطور، هذا مرحله اولى. حرام عليك حرام عليك. نطور برضه هذول، كثرهم. شباب تعالوا فوق، الوضع صعب. تعال انت، ايش الوضع فوق صعب جدا. هذول ال 15 من ال 14 واحد من الدببة عرفتوهم؟ اطلعهم برا، خليكم برا، موتوا. ما عندي اي مشكلة. خليني بالله نطور هذا، اطوره مرتين. نعم اختار هذه، معانا 8. خلينا نطور بالله البرجين هذول، البرج ما يمديني اطور البرج. يلا بسم الله، تحت امورنا طيبة. اتوقع تحت عادي، ما راح دقيقة ثواني، 55 ولا 35؟ 35 اشوش، بس خلينا نتأكد من اي جهة. هذه ايش؟ ابنيها ليش لا؟ احتمال انه نحتاجها. من تحت، اوكي. من تحت معناته خلينا ناخذ شوي من هان. شباب البو، بس البو. ولا تدرون، تعالوا فوق فوق. الفوق الوضع عندنا صعب.
طيب انا اخذت صراحة كمية قليلة من 4 أو 5 من البو عشان يعني ندعم الجهة الفوق. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في اليوم رقم 11 قبل الأخير. راح تجيني الهجمة الأخيرة عنيفة أنا متأكد. شفتوا كيف يا شباب البرج هذا كيف قوته؟ بالله خلينا نلقي نظرة تحت على السريع. نلقي نظرة تحت على السريع. أوه أمور طيبة، ممتاز، الأمور طيبة. بس ها الأمور مو طيبة، الأمور ها مو طيبة. والله مو طيبة. يو البرج راح فيها. والله الأمور ها مو طيبة أبداً. شباب لازم اجيب دعم، لازم اجيب دعم يا شباب. تعالوا انتم والله ما منكم فايده انتم. انا فكرت اني راح اقدر عليهم بدون دعم. تعالوا طلعوا وصلوا هذا والله لا يوفقهم. اوكي راح يوصلون متاخر تخلص المرحله. ما استفدنا نهائيا من الفلوس اللي من فوق. راح نجيب العيد، حرفيا راح نجيب العيد. شوفوا 5 من فوق و10 مفجرين، ومن تحت نفس الشيء 50 50 خيال. والله الوضع خطير. أقوى منطقة عندي هي من تحت. هذه المرحلة الأخيرة أتوقع. هاي المرحلة الأخيرة. طبعا شباب المنطقة هذه هي أفضل منطقة دفاعية. مثل ما تشوفون كم في برج، 1 2 3 4 5 أبراج موجودين هان. حط هذا هان وراح يجيني من هنا 5 25، من هنا راح يجيني 50 واحد من السيافين. يا من فوق، والله من فوق أنا وضعي سيء من فوق. من فوق الأمور سيئة. تعالوا يا شباب. من فوق الأمور جدا سيئة. لذلك ودي نحط الجنود هان. ونطور هذا. هذا الصخر راح يتطور يصير اقوى. ولكن شو نسوي عاد؟ هذا الموجود. هذه المرحلة الأخيرة أتوقع. أتوقع أنها الأخيرة. فما راح أبداها بسرعة. ودي أركز شويتين. أحط هذا الحوش. ونحط هذه برضه نطورها، ليش لا؟ قد ما نقدر نحط أشياء تبطئ الأعداء. من فوق من فوق، نسيت من فوق أنا. من فوق الأمور سيئة. الأمور جدا سيئة من فوق. نطور هذا. نطور البرج. البرج مو مطور. شباب جي جي شباب، هذه المرحلة اتوقع انها جي جي. كم معي فلوس؟ 4. ما راح استفيد اتوقع. لا راح استفيد، راح نبني هذه. شوفوا بما انه من فوق ما في منجنيق، ودي اركز على اللي تحت عشان اقضي على المنجنيق بعدين اطلع فوق. فبسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر، نبدا. يا الله يا رب، يا الله يا رب. حلو، لا الامور طيبة يعني، صراحة امورنا طيبة لحد الان. انا خايف من اللي يجون من تحت. ايش فيني علقت انا؟ ايش في؟ المجنيقات ما جو؟ اوكي، اوكي لا الامور طيبة تحت، الامور طيبة. الامور فوق، فوق فوق فوق، امشي فوق. امشي يا رجل. اوه الامور طيبة يا شباب. اتوقع ان المرحلة الأخيرة راح يكون فيها شوية تساهل يعني. ما راح يجون مرة واحدة. راح يجون شوي شوي حبة حبة. الامور ما هي طيبة. الامور ما هي طيبة. يا اخي هذول ايش فيهم؟ شباب ايش فيكم انتم؟ يعني عدم مؤاخذة يعني، قاعدين ننكتل، قاعدين نتصفق. ها؟ قاعدين نتصفق نتصفق، عارفين قاعدين نتصفق. اوكي، ما ادري صراحة، المور بالنص كويسة، تحت كيف الوضع؟ والله تحت يا حبيبي الجنود داعسينهم دعس، وهنا برضه الأمور طيبة، فوق فوق، أنا خايف من فوق، الأمور فوق، أوه، هذه متأكد أنها المرحلة الأخيرة؟ الظاهر أنها الأخيرة. إيه والله الأمور طيبة يا شباب، أبشركم، اللعبة هذه يا شباب بصراحة خلتني أكتشف موهبة عندي اللي هي التكتيك، يعني صراحة ما كنت أتوقع، أوه هذول خطيرين. خطيرين جدا. مثل ما شفتم ماتوا كل جنودي، ماتوا. البرج راح يروح فيها، والله اني داعي. انسى الموضوع، خلينا نشوف بالله المنجنيق، المنجنيق راح يجي تحت. اوه بدت المعارك. اوكي بدت الامور تصير صعبة، بدت الامور تصير صعبة. ايوه ما توقعنا. اوكي لحد الان امورنا طيبة، لحد الان الامور طيبة. كيف الامور فوق؟ اوه الامور فوق ممتازة. طيب والله هذول وصلوا يا ولد، موت انت وياه. اوكي نقول جي جي. لا لا مو جي جي. مات مات مات. حلو حلو. تحت، اهم شيء تحت بالله عليكم. يا اخي والله هذول وحوش، والله وحوش. فيكتوري صح؟ ها والله فيكتوري. الحمد لله يا شباب فزنا. صراحة المرحلة هذه أصعب من الأولى. ولكن مستمرين بإذن الله باللعبة هذه، وراح نختمها بإذن الله. أتمنى يا شباب عجبتكم اللعبة. لا تنسون اللايك والاشتراك. وخلونا نشوف بالله تفاعلكم في هذا المقطع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.